السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على يعني تسريبات خطيرة من اجتماع الكاف. يعني وين قال لك باللي الجزائر لن تنظم كان 2025 ولا 2027. يعني وين هذا التسريبات اللي خرجهم يعني صحفي مختل صحفي مغربي. حنا على بالك حنا هاد التسريبات على بالك بلي داروا اجتماع ولا واحد جزائري في وسط هذا الاجتماع. على بالك بلي ما على بالناش تكاين، ما على بالناش تكاين، على بالكم يا ما بالكم، والله ما على بالناش تكاين. وصلنا لواحد المرحلة يعني على بالك بلي تروح للشيشل على بالهم، تروح لجيبوتي على بالهم، خاطش علاه عندهم أعضاء، تروح للسيراليون، تروح يعني غينيا استوائية، غينيا غينيا الوسطى، إفريقيا الوسطى، يعني نورمال عادي. أبار حنا برك ما نسمش يسامي، ليبيا عندها حرب، كانت عندها حرب أهلية ربحتنا 2019. ناس عندهم يعني ما عندهمش استقرار، يعني واك تشوف راهم يتحكموا هما يتحكموا، ما كاش كاع لي صاي، ما كاش شكون يقول لهم اي يوم بعد التوالي يخرج يقول لك رانا في الطريق الصحيح. ما كاش كاع الطريق الصحيح، الطريق الصحيح كاع ما كاش. راني يعني نقول لكم ونعاود، يعني هضره هذيك تاع بواقع تاعكم هي دخلتنا في حيط. انا نقول لكم الشعبويه صورتو الشعبويه وين كشف صحفي مغربي اسامه بن عبد الله تسريبات من اجتماع الأخير لمكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم وما دار فيه بشأن حظوظ الجزائر في احتضان كان يعني 2025 ونسخة 2027. وأشار الإعلامي المثير للجدل بتصريحاته عن الجزائر أسامة بن عبد الله على قناته في اليوتيوب إلى أن هذا الأخير ستتلقى ضربة موجعة من الاتحاد الإفريقي للعبة في سابقة احتضان نهاية كأس أمم إفريقيا. يا ولي حافظ الراجل ما غلطش تما، حافظ الراجل قال لكم 2029 قال لك غادي الوقت يتبدل، الناس تتبدل، الآراء يتبدلوا، يعني قال لك قادر فانيك السينيغال تلعب لنا فانيك بالسوق. وكشف الصحفي المغربي أسامة بن عبد الله يعني تسريبات من اجتماع الأخير للمكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم وما دار فيه بشأن حظوظ الجزائر في احتضان كان 2025 أو نسخة 2027. يعني ما ندوهاش، يعني الناس كاين اللي يزعب، كاين اللي يزعب مي تقول له كيما، بصح أنا نقولها لكم بصح، عندي والو، مش قضية تاعنا، مش قضية تاع ليستاد. أنا واحد قال لي مع الناس اللي اصطاد، يا ودي عندنا اللي اصطاد، عندنا بنية تحتية، عندنا الأمن، عندنا ما شاء الله، عندنا طرقات، عندنا كلش، يعني الحمد لله يا ربي. قضية حاجة واحدة برك، ما عندكش رجال في المنظومة الرياضية. بكري ما كانش عندنا اللي اصطاد، كانوا كاينين رجال، كانوا كاينين رجال، ما كانش عندنا اللي اصطاد، وما كانش عندنا اللعابة، وكانوا كاينين رجال. كي تروح أنت تشوف عنتر يحيى زياني وكل الزياني نهار اللي بغاو يدبروه على الحاج، جابت هذيك سناء، هذيك الكوبرا، هذيك حليمه، هذيك اللي قالبه اي قالبه الموروبور تاع اللوبي تاع الرياضه الجزائريه، اي قالبه تاع هي جابت زياني ايو بغاو يدبروه على الحاج. قالوا نو استنوم، هذا قال استنوم، قال لهم عنتر يحيى، عنتر يحيى قال لهم كنا فريق متوسط لكن كانت عندنا اداره تاع رجال يخليك تلعب راجل، هذه هي. المهم حنا دروك ماهيش قضيه تاع لي ستاد ولا تاع عشب طبيعي، خاطش علاه كي تبقى تشوف يعني في الملاعب تاعنا عالميه عالميه، واحد بدون يعني باعتراف مغاربه نهضروا معاهم يهضروا معنا، والله العظيم يهضروا معنا من الخارج، من المغرب يهضروا معنا، يهضروا معاهم، يقول لك لا، يقول لك شوف، يقول لك الملاعب بالملاعب يعني قيمه كبيره. شاهدناهم يديروا تاع الناس يوديبيرا والمغاربه داروا يتكلموا على الملاعب يعني في الجزائر، قال لك قيمه كبيره خويا، قال لك حاجه كبيره، بلا ما يهضروا معنا بلا ما نهضروا معاهم. يعني هذا فيسبوك تطيح معاهم تهضر معاهم تهضر معاهم. وجدنا وأشار الإعلامي المثير للجدل بتصريحاته عن الجزائر
يعني أسامة بن عبد الله عن قناته في اليوتيوب إلى أنه أن الأخير ستتلقى الجزائر ستتلقى ضربة موجعة من الاتحاد الإفريقي للعبة في سابقة احتضان في سباقها لاحتضان نهائيات كأس أمم إفريقيا. يعني وقال الصحفي المغربي استناد لتسريبات من الاجتماع الأخير للمكتب التنفيذي للهيئة الكاف نهاية الأسبوع الماضي يعني بتقنية تحضير المرئي يعني أن الفاف يعني لن تمنح الجزائر تنظيم كان 2025 ولا احتضان كان 2027. هاد كاين بزاف اللي يقول لك الجزائر بيت الاتحاد الافريقي غادي يرضي الجزائر ما كاينش تعترض ليها قضية لازم الرجال يكونوا عندك لازم الرجال لازم شوف عندك دبلوماسية سياسية تكون قوية احنا الحمد لله في هذه بصح ما عندناش يعني ما عندناش من الرياضة والله ما نسعوها الرياضة والله ما نسعوها. وأشار إلى أن المغرب هي سبب يعني وين قال لهم لحرمان الجزائر من احتضان نسختين المقبلتين لكأس أمم إفريقيا سنة 2025 و2027 بما أن هيئة الكاف تتجنب يعني وقوعها في حرج رفض السلطة الجزائرية لفتح مجالها الجوي للطيران للمغرب. وأكد الصحافي المغربي أن الكاف غير قادرة في الوقت الراهن على التحمل يعني تبعات الأزمة الدبلوماسية القات بظلالها على كرة القدم ما يؤكد اللعب يعني المغربي فوزي نقجع على ذلك الأوتار في كونسة ضد الجزائر. هذا هو رأي أسامة بن عبد الله واقتنع منها أنه لن تفتح مجالها الجوي أمام الطيران المغربي مستقبلا كما فعلت في الشان قررت الكاف حرمان الجزائر من تنظيم يعني بسبب يعني تلك التبعات وقرر الكاف حرمان الجزائر من تنظيم أي نسخة مقبلة سواء 2025 و2027 حسب المتحدث ذاته. وفند أسامة بن عبد الله كل الأخبار قائلة باعتماد الكاف على عدل يعني في توزيع الجغرافي خلال منح شرف تنظيم مؤكد أنه لولا المشكل غلق المجال الجوي لمنحت هيئة القارية المغرب والجزائر شرف تنظيم على التوالي. هي صرات 88-90 نظمتها 88-90 نظمناها كيما هكا صح الله غالب عليا كل شيء تبدل. لا يقولوا بلي يا ودي ما دروك انت يخرجوا يهضروا ويديروا اجتماعات انت ما على بالكش يقعد انت ما كانش يتعب عيب هذا عيب عظيم صلى الله بزاف شوبير سيير ببارادو على بالك بلي راهي اويكلو وبارك والله العظيم ويديروا ماتش نيل سيير بيدير ماتش نيل غير ماتش نيل برك مع بارادو ما نزيد سيبورتيها ما نزيد سيبورتيها خلاص هادي هي ديروا غير ماتش نيل مع بارادو ما نزيد سيبورتيهم انا على بالي بلي عندهم شي عندهم بعض الشواكرة فما كيدوروا تاع بارادو على بالي بصح يزيد خدت على بارادو بغات طيحنا وإلا سيربي يعني دار ماتش نيل مع بارادو ولا خسر أودي والله ما نزيد نشوف فيكم إلا مت دخلكم لا في لسانكم أودي هما بغاو يطيحونا 2017 بكاونا هي لبو بولا فاني لعبوا اربحوا وكي تجي شي اس كان مولا بالي يقول ربحوا نورمال لعبوا نورمال هذه هي اش الرجال برك مسؤولين اول هذه هي سيبوا لا هذه يا يعني احنا الى نظموها نظموها ما نظموها نديروا كيما كاميرون الى رجال
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا باش ديما معكم بجديد، واللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم وصحة طولكم.